السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الميكروبيولوجي اللي هم بيختصوا بالأحياء الدقيقة والميكروبات اللي هي الفيروسات والبكتيريا والطفيليات، بيزرعوا البكتيريا أو بيربوها في حاجة اسمها بيتري ديشز أو أطباق بيتري، نسبة للعالم الألماني يوليوس بيتري. بيعملوا وبيحطوا فيها مادة كده اسمها الأجار، مادة هلامية بيعيش فيها الايه، بتعيش فيها البكتيريا وبيربوها فيها عشان يجروا عليها تجاربهم وما إلى ذلك. في سنة 1928 عالم الميكروبيولوجي الإنجليزي ألكسندر فليمينج كان بيزرع بعض البكتيريا اللي هي ستافيلوكوكاي، اللي هي البكتيريا المكورة العنقودية، في أحد هذه البتري ديشز. وأثناء ما كان بيربيها اكتشف في فطر من البنسيليوم يعني حط رحاله على أحد هذه الأطباق، فوجد إن الفطر ده حواليه زون، حواليه منطقة كده خالية من البكتيريا تماما، واستنتج إن الفطر بينتج مادة بتؤدي إلى القضاء على هذه البكتيريا وسماها البنسيلين. في الوقت ده في سنة 1928 ما كانش ألكسندر فليمينج عنده القدرة ان هو يستخلص هذه المادة وينقيها وما الى ذلك، لانه لم يكن كيميائيا، كان عالم ميكروبيولوجي، عالم في الاحياء الدقيقة. فلكن بعد كده بعدة سنوات في سنة 1945 في اخر سنوات الحرب العالمية الثانية، اتنين من العلماء عالم الادوية الاسترالي هوارد فلوري والبيوكيميائي بايوكيميست الالماني ارنست تشين، واللي كانوا موجودين في انجلترا في هذا الوقت كانوا شغالين هناك، قدروا يستخلصوا وينقوا مادة البنسلين وانتاجها بكميات كبيرة. وده كان يعني كشف كبير جدا، كان من ثمرته ان في سنة 1945 كل من فليمينج وتشين وفلوري حصلوا على جائزة نوبل في هذا العام. البنسلين فعال ضد كثير من البكتيريا، لكن مش ضد بكتيريا السل مثلا اللي هي المايكوبكتيريوم توبركلوزيس. فكان عالم الميكروبيولوجي في سنة 1944 عالم أحياء بيولوجي هو أمريكي من أصل روسي اسمه سيلمان واكسمان، والمساعد بتاعه ألبرت شاتس، أعلنوا اكتشاف مادة حصلوا عليها من بكتيريا التربة فعالة ضد بكتيريا السل. المادة دي سموها الستريبتومايسين، نسبة للبكتيريا بتاعت التربة اللي اسمها ستريبتومايسيس كريسيوس. كانوا أول ناس، أو واكسمان تحديدا يعني كان أول واحد يطلق اسم أنتيبيوتيك أو مضاد حيوي على هذه المواد، ليشير إلى أنها مادة بتفرزها الكائنات الدقيقة ضد كائنات دقيقة أخرى، عشان كده سموها أنتيبيوتيك مضادات حيوية لأن أصلها حيوي فسموها مضادات حيوية. بعد كده بقى كان في الموضوع فتح شويه، عندنا عالم فيسيولوجيا النبات الامريكي بنيامين دوجار قعد اخذ عينات من التربه وقعد يدرس كائنات دقيقه كتير وقعد يستخلص مضادات حيويه لحد ما وصل لاستخلاص في سنه 1948 اعلن اكتشاف حاجه اسمها الاريومايسين. الاريومايسين ده كان الاول في سلاله كده من المضادات الحيويه اسمها التتراسايكلينز. التتراسايكلينز دي عائله دوائيه غير خالص يعني البنسلين ده عائلة، الستريبتومايسين ده عائلة أخرى، حاجة اسمها أمينوكليوسايد. التتراسايكلينز اللي منها الأوريومايسين دي عائلة تانية، وكان اسم البكتيريا بتاعتها اسمها ستريبتومايسيس أوريوفيشينز. المضادات الحيوية دي كلها طبعا فتحت فتح كبير أو في اكتشاف وانتصارات كبيرة جدا في عالم المضادات الحيوية. طيب هل كان للتطور أي دور في هذه الانتصارات، هذه الاكتشافات الكبرى في المضادات الحيوية؟ يعني هل اكتشاف المضادات الحيوية وتنقيتها وإصدارها وما إلى ذلك واستعمالها في علاج الأمراض العدوى بالبكتيريا، هل كان نظرية التطور لها أي دور إطلاق؟ يعني فليمينج مثلا وهو بيتكلم عن اكتشافه البنسلين بيقول أنه كان حاسس كأنه قطعة من الشطرنج يتم تحريكها على خشبة مسرح الحياة بواسطة نوع من القوى العليا. وبرضو نفس الكلام إرنست تشين اللي هو كان مشارك في اكتشاف الستريبتومايسين بيتكلم على نظرية داروين على انها فرضية غير مبنية على الادلة ومتناقضة مع الحقائق. يعني راجل كان اساسا معارض للداروينية، معارض لنظرية التطور،
ويعني واكتر من كده كمان ان هو وصف نظريه داروين بانها تتجاهل عن قصد مبدا الهدف الغائي والذي يحدق في وجه البيولوجي اينما نظر. تلك النظريه التطوريه الكلاسيكيه هي مبالغه صارخه في تبسيط حقائق معقدة بشكل هائل ومتشابكة، ويدهشني ده كلام تشين، ويدهشني أنها ابتلعت بدون نقد وعلى نطاق واسع ولمدة طويلة بواسطة العديد والعديد من العلماء وبدون دوي للاعتراض. بعد كده بقى في سنة 2005 الكيميائي الأمريكي فيليبس كيل عمل بحث خاص ويعني اهتم بالموضوع دوت، وقال إن بحثه الخاص في المضادات الحيوية خلال الحرب العالمية الثانية لم يتلقى توجيها من التنبؤات التي يقدمها التطور الدارويني. يعني التنبؤات الداروينية لم تخدم إطلاقا عملية اكتشاف المضادات الحيوية وتطويرها وتنقيتها إلى ما إلى ذلك. سكيل قال لك ما هو يمكن ده رأيي لوحدي. طيب هو قعد بقى يبحث وجمع حواليه، عمل استفتاء من حوالي 70 باحث مرموق وسألهم هل عملكم كان هيختلف لو كنتوا بتعتقدوا ان نظرية داروين خاطئة؟ فكانت الإجابة واحدة من الجميع، لا. بمعنى ان نظرية داروين ليست مؤثرة اطلاقا في عملهم في مجال المضادات الحيوية. وقعد يراجع كل الاكتشافات البيولوجية الكبرى في القرن العشرين وطلع لخلاصة ان نظرية داروين لم تقدم اي توجيه واضح في اكتشاف المضادات الحيوية ومقاومة العدوى البكتيريا. انا عايز اقول لكم ان 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 مقاومه بقى المضادات الحيويه، يعني احنا عرفنا المضادات الحيويه، هل المقاومه بقى بتاعت المضادات الحيويه ظهرت امتى؟ هل ظهرت بعد ما استخدمنا المضادات الحيويه؟ لا، ده بيقول لك ان حتى قبل فلوري وتشين ما يقوموا باستخلاص البنسلين كان معروف، اكتشفوا ان في بكتيريا مقاومه له. يعني البكتيريا المقاومه للبنسلين كانت مكتشفه ومعروفه من قبل ايه استخلاص وانتاج البنسلين من الايه بكميات كبيره، كميات تصلح للاستعمال التجاري يعني او الاستعمال الطبي الواسع. فالحقيقه احنا نعرف حاليا ان مقاومه المضادات الحيويه دي شيء موجود اصلا من قبل الايه، من قبل اكتشاف المضادات الحيويه، والمضادات الحيويه دي كانت بتفرزها الكائنات عشان تحارب بيها كوسيله دفاع ضد الكائنات اللي بتفرز مضادات حيويه، بحيث ان ايه كل داء له دواء. يعني هي بتعتبر ان المضاد الحيوي ده خطر بالنسبه لها، فهي ايه عندها مقاومه ليها او طريقه معينه. من ضمن الطرق دي حاجه اسمها انزيم اسمه بيتا لاكتاميز. انزيم البيتا لاكتاميز ده موجود في بعض انواع البكتيريا، وبيشتغل ازاي؟ ان هو بيكسر حاجه اسمها حلقه في حلقه اسمها حلقه بيتا لاكتام موجوده في جزيء البنسلين. حلقه البيتا لاكتام ده بيجي عليها الانزيم البيتا لاكتاميز ده ويكسرها، فلما يكسر الحلقه دي الانزيم يبقى ايه؟ يبقى البنسلين اللي هو المضاد الحيوي يبقى غير فعال. فبعض البكتيريا موجود فيها الانزيم دوت كوسيله مقاومه ضد المضادات الحيويه، حاجه مولودين بيها، حاجه كده مخلوقين بيها. طيب اصل البيتا لاكتاميز ده ايه؟ وجدوا ان اصله جين معقد جدا، جين ليس له مصل ولا عارفين له اصل ولا فصل، لا يعرفون له اصلا. وبالتالي هذا الجين غير لا يمكن ان يكون نشا عن طريق طفره عشوائيه او كده او بتاع، لا ده هو الجين ده اكيد مصمم بشكل خاص عشان يقاوم البنسلين وما مشابهه يعني من الايه؟ من المضادات الحيويه. فده نموذج للايه؟ لمقاومه المضادات الحيويه ليس لها اي علاقه بالتطور، لا يمكن تفسيره في ضوء نظريه التطور. يعني البيتا لاكتاميز ده لا يمكن تفسيره في ضوء نظريه التطور. نموذج تاني اللي هو ان ممكن تحصل زي الستريبتومايسين مثلا، معروف ان هو بيمسك في ريبوسوم معين جوه الخليه وبيشله فبيؤدي الى توقف العمليات الحيويه الايه داخل الخليه. الريبوزوم ده عباره عن ايه؟ الريبوزوم ده اصلا عباره عن ماكينه تصنيع البروتين، بيخش فيه الار ان اي ويقوم ينتج البروتين، يعمل يصنع ايه؟ يصنع بروتين. فطبعا لما تعطلوا عن عمله بايه؟ يتوقف تصنيع البروتين وتختل الوظائف بتاع الخليه بيولوجيا ويحصل لها انهيار. طيب ده كلام جميل. ساعات بتحصل طفره تؤدي الى وقوع خلل في هذا الريبوسوم، فالمكان اللي بيمسك فيه الستريبتومايسين عشان يعطل الريبوسوم يلاقيه ايه؟ يلاقيه مختل فما يعرفش يمسك فيه، فيقول لك ايه كده الريبوسوم بقى منيع، عنده مناعه ومقاومه ضد الايه؟ ضد الستريبتومايسين. لكن في الحقيقه هذه ليست مناعه وانما خلل في الريبوسوم، ان هو بعد كده اصلا الريبوسوم ده لما بيحصل فيه الخلل ده بيكون غير قادر على اتمام وظيفته بالشكل الامثل. عامل زي ايه؟ عامل زي واحد عنده حساسيه من الشمس،
من الضوء. واحد عنده عينه فيها حساسيه من الضوء، فيقوم نعمل له ايه؟ نقلع له عينه. انت كده يعني خلاص الحساسيه راحت، يعني مجرد ما شلت عينه قلعت عينه وخلاص الحساسيه انتهت. لكن هل ده هو العلاج؟ يعني هو ده انت كده يعني انتجت انسان عنده مناعه وقوه ضد حساسيه الضوء، ولا انت انتجت بني ادم مشوه؟ لا، انت كده اديت الى خروج بني ادم مشوه. كذلك انت لما تخرب في ريبوسوم وتخليه يعني تعمل فيه خلل وتخليه اقل واقل بيولوجيا واقل حيويه، انت كده مش ايه؟ هذه ليست ميزه ولكنها ايه؟ تدهور. هذا ليس ايفوليوشن الى الاعلى ولكنه ديفوليوشن، هذا تدهور. والتدهور ده هو ده لو استمر على هذا المنوال هينتج لنا كائنات متدهوره بيولوجيا وبالتالي غير قادره على الاستمرار والتكاثر. مش ان ده نموذج للتطور، يعني ده لو نموذج للتطور احنا المفروض التطور الدارويني ده بيخلي الكائن احسن وارقى بيولوجيا، لا ده بيخليه ده كده الطفره دي خليته ادنى بيولوجيا، خليته اكثر تدهورا واكثر اقل قدره على على اداء وظيفته. فلو استمرت الطفرات بهذا الشكل ان انت تخرب هنا وتخرب هنا وتخرب هنا وتخرب هنا وتقول لي ده انا بعمل طفرات، لما انت كده هتؤدي الى ظهور كائنات ايه؟ كائنات متدهوره بيولوجيا غير قادره على الاستمرار وغير قادره على التكاثر. فدي حقيقه التطور او المقاومه المضادات الحيويه، انها على صنفين، يا اما صنف موجود اصلا في نظام الكائن الحي ان هو عنده مقاومه بيفرز ماده او عنده طريقه معينه للتخلص من المضاد الحيوي، سواء بيكسره سواء بيمنع تركيزه جوه الخليه، سبل الكثيره تقدروا تقراها في كتب ايه؟ كتب علم البيولوجي. لا، وفي طريقه ثانيه ان هو تحصل فيه طفره تؤدي الى خراب الجزء اللي بيمسك فيه الايه؟ جزء بيمسك فيه المضاد الحيوي وبالتالي يجعله غير قادر على العمل وبالتالي يبقى الكائن ده منيع ضد المضادات الحيوية. طيب احنا عندنا نوع حساس المضادات الحيوية ونوع مقاوم المضادات الحيوية. مشكلة المضادات الحيوية ايه بقى؟ احنا دلوقتي زي ما بنتكلم مفيش اي دور لنظرية داروين. كل التفسيرات الداروينية والمحاولة ان هم يقحموا نظرية داروين في مقاومة المضادات الحيوية كلها محاولات، يعني وكأنك بتبص على الموقعة بعد ما حصل وتحاول تفسرها تفسير من عندك، لكن هذا التفسير ليس له اي ايه؟ ليس مطابقا للواقع. والحقيقة ان حتى الطفرات اللي بتحصل وحتى السلالات اللي بتنتج بيكون فيها عندها جين مقاوم للمضادات الحيوية، كل هذه نماذج على التطور الصغير داخل نوع واحد. يعني البكتيريا الستافيلوكوكاي اللي مقاومة لم تتحول من ستافيلوكوكاي لحاجة تانية، الستريبتوكوكاي بتفضل ستريبتوكوكاي زي ما هي، النيوموكوكاي بتفضل نيوموكوكاي زي ما هي، اي التي بي اللي هي بتاعت المايكوبكتيريوم تيبركلوزيس المقاومة بتفضل، يعني بعد قبل المقاومة بعد المقاومة هي مايكوبكتيريوم تيبركلوزيس. ليس هناك اي فرق بين نوع البكتيريا قبل وبعد، هي مجرد سلالات مختلفة، حاجة داخل الحوض الجيني بس بتتغير حاجة بسيطة، لكنها يفضل نفس الايه؟ نفس نوع البكتيريا بدون اي تغير. طيب هل الكلام ده الجماعة بتوعنا اقتنعوا بيه؟ لا اطلاقا، يا ريتهم اقتنعوا بيه. ده هم قعدوا يقول لك لا ده التطور ده هو ده مقاومة المضادات الحيوية واكتشاف المضادات الحيوية دليل على عمق ووجود نظرية التطور. وشخصيات زي يوجين سكوت وكارل زيمر، كارل زيمر ألف كتاب اسمه ذا ترايمف، يعني انتصار فكرة، التطور ده انتصار فكرة، وقعد يدافع عن موضوع نظرية التطور ده بشكل عجيب وان هو ده السبب في اكتشاف المضادات الحيوية وان احنا ازاي نفهم مقاومة المضادات الحيوية وما الى ذلك، بيعتبره نوع من التطبيقات العملية نظرية التطور. لكن احنا لما زي ما شفنا كده ان نظرية التطور ليس لها اي دور لا في اكتشاف المضادات الحيوية ولا في اكتشاف او تفسير او فهم مقاومة المضادات الحيوية. طيب المجال الثاني بقى اللي هو كيف نعمل وقايه وعلاج بريفنشن اند تريتمنت اوف انتيبيوتيك ريزيستنس اللي هو مقاومه المضادات الحيويه، ازاي نقي منها وازاي نعالجها، وهو ده اللي بنتكلم عليه في الفيديو الجاي ان شاء الله. خليكم معانا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.